تعادل سلبي في الشوط الاول بين الاهلي وكايزر تشيفز بدون اهداف. شفنا الشوط الاول استحواذ للنادي الاهلي، شفنا سيطره للنادي الاهلي، شفنا فرص ولكن بدون خطوره حقيقيه على المرمى. يمكن النادي الاهلي حاول، اتكلمنا قبل المباراه على اهميه التسديدات، يمكن شفنا 5 أو 6 تسديدات ولكنها كلها بره الثلاث خشبات. يمكن التحركات قدام برضه يعني مش بنفس الخطوره على المرمى، يعني ما شفناش تحرك لشريف على المرمى، ما شفناش كره راحه لشريف على المرمى. عرضيات علي معلول افتقدت الدقه شويه، يمكن وصلنا 3-4 مرات ناحيه الشمال، كان ممكن العرضيه تكون احسن من كده، ممكن نستفاد منها، ما استفدناش منها كويس لانها اتلعبت بصوره خاطئه او بصوره ما فيهاش تركيز شويه. الافضليه للنادي الاهلي، الطرد الاخير في الشوط الاولاني نتيجه طبعا لعب عنيف على انكل الرجل من تحت، فبطاقه حمراء يشكر عليها الفار ورضوان بن جاي، لان هو الفار هو اللي جاب استدعى الحكم بعد اليلو كارت او الكارت الاصفر، وهو اللي قال له على اللعبه تستاهل كارت احمر، وفعلا الحكم تصرف صحيح. الشوط الثاني المفروض الطرد اللي حصل ده هتبقى الافضليه طوال الشوط الثاني للنادي الاهلي. ايه اللي ممكن يحصل؟ انا من وجهه نظري ان مستر موسيماني هيعمل تغييرات مبكره، خصوصا ان ايمن اشرف عنده انذار. ايمن اشرف بيلعب احيانا يعني بتهور شويه، فدي تقلق شويه، وخصوصا لو كان عندك في الفريق الثاني ان الحكم ادى طرد الفريق الثاني. فاعتقد ان مستر موسيماني ممكن يعمل تغييرين على الاقل من بدايه الشوط الثاني. هنشوف مع نجومنا الكبار ايه اللي ممكن يحصل الشوط الثاني، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، شوط اول شفنا فيه سيطره واستحواذ ومحاولات، بعض محاولات التسديد من لعيبه النادي الاهلي، وطرد مش هقول يصنع الفرق لان تقريبا الافضليه كانت للنادي الاهلي الشوط الاولاني، بس ممكن نستفيد من الطرد ده ازاي مستر موسيماني؟ هو الفرق موجود يا ايمن، واستحواذ والكلام ده كله توقعناه، لكن انت بس عندك مشكله، وهي مشكله المشاكل، او اللي انت بتعمل كل استحواذ وكده ليه؟ عشان تجيب جول التلت الاخير في الملعب. بالزبط. انت التلت الاخير في الملعب الشغل فيه قليل قوي، مفيش ضغط كويس، يعني انت عايز تجيب جول بتلاقي من يمينه والشمال والنص، ولازم تتنوع. يعني احنا دلوقتي بتتكلم بتقول تسديد، لازم هجومك يكون متنوع، خصوصا مع فريق يعني مسالم لاقصى درجه. هو فريق مسالم ما تقلش غير كده، لكن هو جرك لنقطه غريبه قوي، خلى لعبك بطيء. ودي مشكله. صح. لازم الشوط الثاني مستر موسيماني هيعمل تغييرات. انا يمكن اسامه كان بيتكلم دلوقتي، يعني مشكورا ياسر بيسخن، غالبا ايمن اشرف هيقعد لان هو قلقان برده من انذار الثاني، وهي على فكره على طول مع عند مستر موسيماني بيبقى قلقان من انذار، بيطلع اللعيبه على طول، ودي موجوده. لكن انا كان نفسي يبقى صلاح محسن واجايه، بس صلاح محسن يبقى ليه دور بدري. مظبوط. الفريق زي كده ايمن والاطراف البطيئه دي عايزه حد من نوعيه صلاح. سرعه ومهاره ولو الروح للروح واحد على واحد وموجوده في طول الملعب. صح. ممكن يعدي، فاعتقد التغييرين دول موجودين. صح. كابتن بلال، هل ممكن مستر موسيماني يستغل الناس العاده دي ويفكر يبتدي يلعب الشوط الثاني في اي وقت من الاوقات باتنين راس حربه؟ ممكن طبعا، خاصه ان الاهلي دايما بيوصل من على اطراف الملعب بشكل كبير جدا، فانت محتاج راس حربه ثاني في ال 18 عشان تستغل الكرات العرضيه. صحيح. يعني انا النهارده النادي الاهلي المميزات اللي فيه اللي بيشتغل عليها هم الطرفين بتوعه، اكرم توفيق بيلعب على الطرف بشكل نسبه كويس. الاستحواذ كام؟ 73-27. ده نسبة طبيعية، يعني نسبة طبيعية للفوارق اللي موجودة ما بين الأهلي وما بين كايزر تشيفز. هما زي ما قلنا بيسيبوا طرف الملعب. صحيح. انت المفترض ان انت فيه يبقى في لعيبة كتير داخل ال 18 عشان تستغل العرضيات. بيسيبوا الملعب قبلها ايه؟ بيسيبوا الملعب خالص. هم واقفين عند في ال 18، فطبيعي يبقى عندك راس حربة ثالث، تمام، او راس حربة ثاني مع محمد شريف بيعرف يلعب بدماغه كويس عشان يستغل الكرات العرضية، لان انت بتوصل كل دقيقتين بتوصل بعرضية، كل دقيقتين بتوصل بعرضية. علي معلول عامل شغل كويس من ناحية الشمال، اكرم توفيق عامل شغل كويس من ناحية اليمين، انت المفترض انت تستغل العرضيات بتاعتك دي. هم الشوط الثاني هيتمركزوا بشكل اكبر بكتير جدا، ويمكن هيرجعوا اكتر بكتير. يمكن كنا بنتكلم وعاد كان نتكلم كابتن علي وكابتن اسامة قال ان هم بالعكس الدوافع هتبقى زيادة عندهم، هيرجعوا اكتر، قدامه 45 دقيقة هيشتغل على واحدة طويلة، كرة عرضية، كرة ثابتة ممكن يشتغل عليها، ولكن هو برضه هيلعب بنفس السيستم ونفس طريقة اللعب. يعني كابتن أسامة حلول مستر موسيماني للشوط الثاني؟ طبعا أيمن أشرف عنده إنذار تخوفا عشان الحكم في أي لعبة ثانية يديله إنذار ثاني،
يعني ممكن يتم استبدال ايمن اشرف. شفناها في مباراه المولي نزل حمدي فتحي كان حل لعب مساك، ممكن ياسر ابراهيم برضو. الحاجه الثانيه عندنا طاهر محمد طاهر النهارده المساحات ضيقه، النهارده عايز واحد يجيد في المساحات الضيقه دي، صلاح محسن ثم جاي ممكن يزود الناحيه دي، لكن اللي افتقده النادي الاهلي في الشوط الاول هي الشراسه الهجوميه. لما علي معلول بيوصل فين الشراسه الهجوميه والكثره العدديه في 18 او الانتشار السريع دي لازم تكون موجوده. الحاجه الثانيه 7 محاولات على المرمى في الشوط الاول كلها خارج المرمى، صحيح لازم يكون في تركيز اكتر. وبرضه هقول هيكون في تكتل دفاعي بشكل اكبر، الكرات ثابته حل من الحلول، جات لنا واحده في الشوط الاولاني للاسف قفشه عملها قويه هو علي معلول من اللعبه الثانيه طلعت بره، لازم يكون في تركيز اكتر في الكرات الثابته زائد التسديد لازم يكون في المرمى والمتابعه على حارس المرمى. كابتن عادل سريعا توقعاتك لاحداث الشوط الثاني. التغييرات اللي الكابتن قالوا عليها مهم جدا، يبقى عندك لعيب ما تبداش من البدايه تلعب باثنين راس حربه، لانك لو بدات باثنين راس حربه هترجعه يلعب 5-4، لو رجعته يلعب 5-4 يبقى انت قفلت الجيم بدري. فمن الافضل انك تلعب بجناح بمواصفات فيرود زي صلاح محسن يلعب مكان طاهر ويبقى ليه رجليه جوه ال 18، ولكن ما لعبش من بدري، لان انت لو وقفت من بدري وبجناحين وفيرودين هتوقف الخمسه بتوع اللي هو عايزهم الجيم اللي هو عايزه، هيلعب معاك 5-3-1 او 5-4 هتبقى عندك مشكله كبيره جدا. فانا شايف من البدايه نلعب زي ما احنا بس نبدل اشخاص، أيوة. صلاح محسن او اجاييه، والافضل ان صلاح محسن، ان صلاح محسن عنده مواصفات راس حربه اكتر ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني، تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.